السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة ضمن دورة تنمية المهارات في مجال البحث العلمي. إن شاء الله راح تكون يقدمها محدثكم عبد الرحمن البطاط، مدرب معتمد وحاصل على شهادة سيرتيفيكيت في مجال البحث العلمي، وراح تمتد دورتنا إن شاء الله لمدة 5 أيام. محاضراتنا لمدة 3 أيام راح تكون على منصة الكلاس روم، وهنا راح ننزلها إن شاء الله. أتمنى أنه تتابعون وياي ونحاول نوصل الفكرة والموضوع بصورة مبسطة. إذا إن شاء الله نبدأ في المحاضرة، وهي Constructing and Research Question. Research Question، بالحقيقة الباحث العلمي هو الهدف من البحث العلمي هو يعني لهدفين، ينقسم إلى هدفين. الهدف الأول هو يا أما دائما الباحث يثير سؤال فيبحث عن الإجابة لهذا السؤال، أو هناك مشكلة فيبحث الباحث لوضع حلول لهذه المشكلة. إذن الهدفين الأساسيات من البحث العلمي. إن شاء الله الهدف من هذه المحاضرة راح يكون at the end you should know what is the importance of research question. راح ناخذها إن شاء الله هنا بهذه المحاضرة. How can we formulate a research question? What makes a good research question? What is a PICO and PPO? هاي كل الأهداف اللي راح ناخذها في هذه المحاضرة. و how can we Refine a research question. دائما الباحث يواجه سؤال where to start، شو وقت منين ابدي، شو وقت ابدي. فدائما نوضح للباحثين انه البداية هي تبدأ في صياغة او refine research question، اللي هو نسميه السؤال البحثي. وهذا السؤال البحثي كل باحث يبحث عن هذا السؤال البحثي وعن مصادر هذا السؤال البحثي، وينبني البحث بناء على هذا الريسيرش كويشن. ف where to start، نقول start in research question. A good clinical study start with a good question based on a good hypothesis that is based on good and comprehensive review of the available evidence from preclinical and clinical data. وخصوصا الدراسات في مجال الطبي والصحي، وأفضل الدراسات هي التي تبدأ بسؤال بحثي جيد وبفرضيات تعتمد على مراجعات كثيرة من قبل الباحث وإلها مصادر ومستندة علميا على مصادر سريرية ومعلومات. Type of design depend on the question to be answered. والباحث بعد ما يضع هذا research question، وقلنا الجود ريسيرش كويشن، لازم يختار نوع للديزاين الذي او التصميم الدراسي الذي يعتمد عليه في البحث عن الاجابه عن سؤاله البحثي. The daily practice of medicine need the knowledge about how is likely to develop a particular condition and under what circumstance. What is the best treatment? What is the prognosis and
how we can prevent such illness. وهذا الممارسات اليومية لمهنة الطب ويعني الصحة بصورة عامة، هي دائما ما تبحث عن تساؤلات: ما هو العلاج الأفضل؟ ما هو البروتوكول الأفضل؟ ما هي الطريقة الأفضل؟ وكل ما وصل له العلم في مجال الطب والصحة هو نتيجة لهذه التساؤلات ونتاج البحث العلمي المستمر والمتواصل في هذا المجال، إلى أن وصل العلم في الطب والأدوية والعلاجات والبروتوكولات العلاجية وتقديم الخدمات إلى هذه المرحلة المتقدمة عالميا. What is research question؟ شنو هو research question؟ It is the health problem that a study is trying to answer. وقلنا بالبداية انه هو research question عبارة عن health problem، نحاول في البحث عن حلول لها او الاجابة عليها. An answerable inquiry about a specific topic. عندنا قضايا لحد الآن ما لقينا لها إجابات، هذا نعتبره هو research question. It is the first and the important step in any research protocol. يعني أنا ما ممكن أقدم research protocol بدون research question. فهو first and the important، يعني هو important step for any research protocol. فمن أريد أقدم البروتوكول إذا ما عندي research question ما ممكن أنه استمر، لأنه كل شيء بعدين في البروتوكول وفي مراحل البحث العلمي هو يعتمد أصلا على research question. The grant and the base of any research، هو يعني القمة أو العنوان الرئيسي أو the grant and the base of any research، فلازم أني أبدي بي. The gap in the knowledge، ممكن انه انا عندي فجوة في المعارف معينة، وتعرفون انه ماكو علم متكامل، ماكو علم مثالي، فدائما نتاج البحث العلمي هو يهدف الى ردم هذه الفجوة في المعرفة. واذا شايفين بحوث كثيرة انه من ضمن الايمز يخلون انه اكو gap in the knowledge في هذا الموضوع، وأنا هذا البحث راح يضيف أو يعمل على ملء هذا الجاب في النولج، وممكن أنه يضيف إضافة معرفية جديدة. The guide to choose study design، هو يعني الطريق الوحيد research question، من خلال research question، وراح ناخذ في محاضرة قادمة أنه ناخذ study design ونشوف شلون اصلا يعتمد على الريسيرش كويشن. هذا فيما يخص المينينج اوف ريسيرش كويشن. يعني قد يسال سائل انه هاو تو جنريت ريسيرش كويشن، ما هي مصادر ريسيرش كويشن؟ يعني ما ممكن انه اني هذا الريسيرش كويشن هيج ومضة فكرية تظهر عندي واخترع اختراع هذا research question. كل research question الى مجموعة من الجنريت، ممكن احدهم او تجتمع اكثر من جنريت في صياغة هذه الريسيرش. هسه نجي نتعرف على مصادر السؤال البحثي. literature، بالحقيقة الليتريتشر هي مصدر مهم جدا، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم اطلاعات كثيرة ودائما يسوون أبديت لمعلوماتهم الطبية والصحية من خلال قراءة المجلات العلمية، البحوث، المقالات، الكتب. فممكن أنه من خلال قراءته راح ينثار عنده سؤال بحثي: هاي ليش هيك؟ ليش ما صارت هيك؟ فتصبح الليترتشر هي جنريت فور ريسيرش كويشن. بيست اون يور بريفيوس
ريسيرش، او ممكن اني مشترك في محاضرة معينة بمختلف البحوث او مجموعة من الباحثين، ممكن اعتمد على هذه تكون جنريت للريسيرش كويشن. منتر كوليجاس ممكن انه يكون المشرف العلمي اللي اختاره هو يوصلني الى هذا الريسيرش كويشن او مجموعه من الطلبه في جروب مثلا او الى اخره. كونفرنس، المؤتمرات العلميه اللي تلقى فيها البحوث والدراسات والمقالات والبيبرات، وانا من خلال وجودي في هذا الكونفرنس المؤتمر اثارني تساؤل معين نتيجه لبحث ما ممكن راح تكون جنريت لي ريسيرش كويشن. It's very important generate in research question وخصوصا in medical هو ال patient، لأنه ال patient هو ال data الحقيقية والمصدر الحقيقي لكل المعلومات في مجال الصحة. فدائما البحوث مثلا لقيت مثلا effective of treatment معين، result لبروتوكول معين، result لtreatment plan أو nursing plan، وشفت شنو التغيرات اللي تحدث على البيشنت وخصوصا في مجال إعطاء الأدوية أو طرق عمل العمليات الجراحية. فالبيشنت هو الـ important resource for data للبحث العلمي، وهو يوفر لي كل المعلومات اللي أريدها وهو يكون مصدر الأساسي و very important generate a research question. فممكن ألاحظ أشياء أو علامات جديدة أو تطورات جديدة على حالة المريض لم أشاهدها من قبل، فراح يكون البيشنت هو أصلا هو generate a research question. What is your question about؟ يعني دائما ال question about for you من and the choice. Question في المجال الطبي راح يكون يا اما about diagnosis or prognosis or treatment or cause effect or causes. وتقريبا ال question في المجال الطبي هو يدور حول هذه الخمسة أشياء. فدائما البحوث العلمية أما تكون about diagnosis أو prognosis أو treatment، ونبحث عن ال effective وال safety أو ال cost effect. يعني مثلا في مجال الأدوية مثلا طبيب يريد يصرف علاج معين وأكو فرق كبير في الكوست بين العلاج A وبين العلاج B، ويريد يشوف الفعالية، هل انه التريتمنت الهاي كوست هو اكثر فعالية او لا، انا ممكن اصرف التريتمنت اللي لو كوست ويطلع لي نفس النتائج حتى اعتمد على العلاج B وافضل على العلاج A. لازم يكون هذا نتيجة evidence و research و result مثبتة ومعتمدة وطلع نتائج جيدة. أو ال causes اللي هو العلاقة مثلا بين smoking وال CA lung، مثلا بين lifestyle والإصابة بالكرونيك، يعني كل أي شيء ال causes وال effect وإلى آخره من التفاصيل. What makes a good research question؟ شو وقت أصنع research question جيد يتناسب مع متطلبات البحث العلمي ويصل بي إلى النتيجة اللي أرغب بيها؟ ستيفن كاي اللي ماخذ جائزة نوبل 1997 إلى مقولة يقول one of the most important things
that a researcher does is to ask a question that is important and that has chance of being solved. يعني هذا ستيفن كاي اللي هو حاصل على جائزة نوبل 1997 يقول انه اللي هي الفكرة الجيدة بالنسبة للباحث اللي هي لازم تكون مهمة وقابلة للبحث، يعني هناك فرصة للبحث، وإلا أنا ما ممكن أنه أبحث في مجال معين أنه ماكو فرصة أو ما طلع لنتائج اللي أتأملها، فماكو داعي إلا، لأنه دائما البحث العلمي بعيد عن الإماجينج، عن الخيال اللي هو الخيال العلمي، وما نبحث عن الماورائيات وعن الشغلات الغيبية واللي ممكن تحتمل أكثر من إجابة، لا إحنا دائما نبحث هو حتى تصنع research question good research question لازم يكون مهم وهناك فرصة للبحث وللإنجاز. اللي هو سواهن اللي هو يسمون المواصفات ال good research question اللي هي نختصر لهن ب فاينر، كلمة فاينر اللي هي تأخذ الحرف الأول من كل كلمة من المواصفات، اللي هو لازم يكون visible, interesting, novel, ethical و relevant. It should be clear، يعني لازم يكون هذا clear research question، واضح، focus، مركز، أو answerable قابل للإجابة، and measurable وقابل للقياس، وإلا ما ممكن إنه أنا أخلي research question هو غير قابل للقياس وغير قابل للإجابة ومتشتت وغير واضح، فإذا يعني لازم يتوفر ذن الأربع شروط، وإذا ما توفرت أكو طريقة نسميها هي refine for research question، نقدر نعيد صياغة هذا research question حتى يطلع لنا بالنتيجة اللي نريدها. How for studies about diagnosis and treatment شو نسوي يا عملية؟ عملية يسمونها PICO اللي هي هاي الطريقة اللي نسوي بيها Refine Research Question. إذا كان عندنا Diagnosis and Treatment نستخدم لها طريقة الـ PICO، أو إذا كان For Studies About Prognosis نستخدم لها الطريقة يسمونها PPO، وهسه راح ناخذها مع الأمثلة. Diagnostic and Treatment Studies اللي هي PICO، وهسه راح ناخذ ايش نقصد في كل حرف من هذا المختصر. البي نقصد بيها patients or population اللي هو المريض او المجتمع الدراسة، وهاي تحتوي على الage, gender, severity والى اخره من الفيربل اللي ممكن نحتاجها عند البيشنت. ف أول شيء diagnostic أو treatment لازم نختار ال patient أو ال population المناسبين لهذا ال research question، لازم نحدده بال research question، من هو المريض مالتي اللي راح يدخل بالدراسة أو من هو المجتمع الدراسة. ال I نقصد بها intervention، why of administration device used، وهذا ال intervention إنه إحنا قلنا راح فيما يخص البحوث اللي تختص بالدياجنوستيك او التريتمنت لازم نحدد شنو الانترفينشن مالته. فايش عندنا احنا كومباراتيف ستدي بتوين تو تريتمنت، مثلا تريتمنت اي اند تريتمنت بي او دياجنوستيك والى اخره من هذه التفاصيل، وهسه بالامثله كل شيء واضح. السي نقصد بها الكنترول اور كومبريتر، وهو شلون راح تكون السيطرة على الجروبات والجروب الستدي والكنترول، وبيش راح نضبط الإيقاع البحث، ومثل ما قلنا هو الانترفينشن
فما دام اكو انترفينشن لازم اكو كنترول نقارن معه ونقيس النتائج. الاو نقصد بيها الاوتكم، وهو اللي هو وين اريد اوصل بالضبط في نهاية البحث، وين اريد اوصل، شنو الاجابات اللي ابحث عنها، وما هي النتائج اللي اريدها. هاي لازم كلها تحدد في بداية او ريفاين للريسيرش كويشن. هسه اذا ناخذ مثال، مثلا فيما يخص الدايجنوسيس، ان ميدل ايج ميل وذ سسبكتد ام اي، من هنا البيشنت ار سيريال 12 ليد اي سي جي، الانترفينشن راح يصير كومبارت تو 1 انيشال ليد اي سي جي، الكنترول مور اكوريت ان دايجنوسيس، والاوتكم راح يصير اكوت مايوكارديال انفكشن. هنا فور بروجنوستيك ستدي، هسه اخذنا الدايجنوستيك اند تريتمنت وقلنا البيكو نستخدمه. هنا فور بروجنوستيك ستدي راح نستخدم البي بي او في ريفاين الريسيرش كويشن. ايش نقصد بها البي بي او؟ البي نقصد بها البيشنت اور بوبليشن، والبي الاخرى نقصد بها بروجنوستيك فاكتور، والاو هو الاوتكم. Finally ask yourself this question. دائما بالنهاية الباحث دائما يسأل نفسه بعض الأسئلة اللي هي راح تحدد مساره بالصورة الصحيحة. The question نقول is the research question interesting for you, for other, for the patient. هو هذا الريسيرش question اللي راح اختاره أنا، هذا يعني ضمن رغباتي، هو مثير للاهتمام مثلا إلي، مثلا للآخرين، للمريض راح يقدم له فد شيء لو لا. لازم أسأل نفسي هذا السؤال، وإلا كثير من البحوث والدراسات هي وصلت إلى نتيجة أنه مجموعة من الأوراق مركونة على رف من آلاف الرفوف ما لها أي أهمية في مجال البحث العلمي. فلازم أسأل نفسي هذا السؤال، هذا الريسيرش كويشن هو interesting for you or not. Is it a new issue or highlighting research topic؟ يعني تعرفون أنه على المستوى العالمي عندنا أكو highlighting على يركزون في مجال معين، او يسمونها ريسيرش توبك. مثلا هسه احنا في زمن كورونا، بالايام الاحتياديه بالسنين الماضيه انهم نتقدم دراسه للنشر في مجله علميه مثلا عالميه، ممكن انه ياخذ البحث بالتقييم شهرين او اكثر او 3 اشهر حتى، ويدخل سلسله عسيره من الاجراءات والتقييم حتى يعطونا قبول نشر. ولكن تكتب على هايلايتنج او توبك بالعالم، فأي بحث حاليا باسم كوفيد 19 هو راح ينشر بمجرد عرضه على اللجان العلمية، لأنه أكو اهتمام عالمي بهذا المجال. Is the research question researchable? Consider time frame and the required resources. يعني هذا السؤال البحث اللي راح أخليه هو قابل للبحث ضمن يعني مواردي، ضمن إمكانياتي، ضمن إمكانيات البيئة اللي أعمل بيها. إذا لا غير قابل للبحث فأني ما أبلش بيه وأتعب نفسي. وإذا قابل للبحث ولكن الأدوات والموارد اللي تمكنني من الوصول بالنتيجة الصحيحة والنتائج اللي أطلبها من هذا البحث، لا ما أدخل بهذا المجال، وممكن أنه أختار research question ضمن الـ interesting مالتي وتتوائم مع required resource. Is the methodology to conduct the research visible؟ المنهجية لهذا البحث هي قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق؟
Is the research question measurable؟ هو قابل للقياس أو غير قابل للقياس؟ Is the research question too broad or too narrow؟ يعني هذا هسه راح نجي لطريقة إنه إذا ظهرت عندي مشكلة بكل من هذه التساؤلات وصارت الإجابة no، فممكن إنه نتجه إلى إجراء حتى نقدر نخلي هذا البحث هو مناسب. فهذا research question هو too broad، واسع جدا أو على نطاق ضيق، فهذه التساؤلات لازم نضع لها حلول. Challenges and problem in research question. فطريق البحث العلمي هو حال أي طريق يواجه مجموعة من challenges and problem والتحديات والمشاكل. فresearch question إذا واجهتنا به challenges and problem فهذه المشاكل اللي راح تواجه. المشكلة الأولى أو التحدي الأول هو question is too broad، بحثنا واسع جدا، متغيرات كثيرة جدا، وأنا ما ممكن أنه أجمع وألملم في ووصلني إلى نتيجة. إذا واجهتني هاي المشكلة إيش أسوي؟ أحاول أنه make it more focus، لازم أحاول أنه أنطي تركيز عالي جدا وأعمل على reduce variable، أقلل عدد المتغيرات. ممكن أقدر أخليه من too broad إلى too narrow، ممكن يغير انه اذا ازيد اركز جدا واقلل بعض المتغيرات. التحدي الاخر والمشكله الاولى الاخرى هو no enough subject، السبجكت اللي راح احصلها هي لا تنتهي، دائما باستمراريه تجينا، فايش اقدر اسوي حتى احلها؟ expand inclusion criteria، modify exclusion criteria، do it in many centers multi centers. يعني ممكن اخلي واوضح inclusion و exclusion criteria اللي راح يوصلني الى انه تكون enough للسبجكت، واضيف اللي هو inclusion اللي هي معايير اخذ العينات واستبعاد بعض العينات، يعني ما ممكن انه اخذ كل عينة تلاقيني. التحدي الاخر هو too expensive، يعني راح يكون مكلف جدا، فايش راح اسوي؟ consider less costly design. فاذا expensive design معين كان expensive جدا، ممكن انه اتنازل واخلي design ذو تكلفة اقل، enroll for subject for follow up visit، وممكن انه يخليني اتابع بصورة جيدة النتائج. methods beyond your skill، راح انا شفت هذا الميثود او المنهجية البحث العلمي هي خارج مهاراتي، فش اسوي؟ اسوي consult expert، لا دائما احتاج الى الاستشارة، والاستشارة في مجال البحث العلمي جدا واردة، ومو عيب أبد أنه أنا إذا مثلا طبيب وأحتاج استشارة من صيدلي، أو صيدلي يحتاج استشارة من طبيب استشاري، أو ممرض يحتاج استشارة من صيدلاني وطبيب إلى آخره من الاستشارات. التحدي الآخر هو not interesting، يعني هذا مو مثير للاهتمام، not novel يعني مو شيء جديد، ما راح أتي بشيء جديد. فأحاول أنه أطلب الاستشارة وأسوي review for literature حتى أقدر أخليه novel وأغير أحد المتغيرات، أو أجيب لي research question هو ضمن الانترست مالتي. المشكلة اللي تواجهنا هو انه unethical، وتعرفون انه في مجال البحث العلمي هو لازم اكو عندنا يسمونها الethical واخلاقيات البحوث العلمية، وخصوصا بحوث في مجال الطبي ودائما ما تحدث على البيشنت وعلى الهيومن، فلقيت هذا unethical، فش اسوي؟ انه revise research question consult ethical comment
استخدم الاستشارات، وراح ناخذ هاي الاثيكال والانثيكال في امثله الريسيرش كويشن، ايش قد شلون تواجهنا وشلون نعالجها. مرات البحوث الاكسبيرمنتال انه تكون ان اثيكال، فاني اتنازل واسويها كوهورت او اختار ديزاين الكوايزي مثلا حتى يطلع اثيكال البحث، وهاي كلها راح ناخذها بالستدي ديزاين. هذا اكزامبل حتى نوضح للريفاين وكيفية صياغة الريسيرش كويشن. الاكزامبل ان اسمه مانجمنت ستيبرايزد تريتمنت after using ICS plus LABA the next money option the best in term of guideline and monthly cost. احنا هذا المثال حتى نوضحه نقول بالعلاج الاسمه اللي هي من ضمنها الادويه، الجايدلاين يقول انه المونتلي كاست هو افضل علاج للأسمة. However it has a high price. ممكن احنا اذا مثل البحوث تتعلق بالتريتمنت نستخدم البيكو، فلقينا انه المونتلي كاست هاي برايس. Can we use thiophylline instead؟ ممكن انه انا كطبيب مثلا استخدم الثايوفيلين، لازم مش اثبت، لازم الجايدلاين say thiophylline is not well studied and has many side effects. الجايدلاين اللي قال لي المونتلي كاست هو افضل لعلاج الاسمة يقول لي ايضا انه ما عندي الدراسات الكافية حول السايد افكت الكثيرة للثايوفيلين. هذا السؤال البحثي. How can we formulate a research question؟ لازم اجي ارتب هذه الفكرة، لازم اسوي بحث علمي، اخذ مجموعة من البيشنت اللي جروب الستدي انطيهم مونتليكاس وجروب الكنترول انطيهم ثايوفيلين واشوف منه الافكتيف واند سيفيتي، يعني بالنهاية احنا نبحث عن الفعالية وسلامة المريض في اي قرار طبي. Is ثايوفيلين effective in comparison to مونتليكاس in controlling moderate persistent asthma and not responding to ICS LABA؟ هذا عدنا وسوينا له ريفاين. هنا ايش راح يكون؟ هسه نجي نطبق البيكو. البوبليشن مالتي اللي اريده بهذا البحث هو منو؟ هما البيشنت وذ اسما، تمام. ريفاين ات شو اقول؟ أنا ما معقولة إنه أخذ كل بيشنت عنده أسمى، راح تكون نو إناف سبجكت، فأسوي ريفاين، أسوي إعادة تعريف للبيشنت وذ أسمى أو البوبليشن. راح أخذ أقول أخذ بيشنت وذ أسمى أدلت إيج بلس 40 years of both gender not responding to ICS plus LABA, has no hypertension, intensive heart disease and DM. هسه صار عندي focus و clear، وحددت بالضبط من البوبليشن اللي راح يكون هذا البحث. Intervention، شنو راح يكون الانترفينشن مالتي؟ راح يكون هو الثايوفيلين، لان انا اريد اقارنه with monthly cost، فأسوي refine it. ثايوفيلين إيش قد الدوز، إيش قد الجرعة، شلون أنطي؟ راح أقول add it to ICS plus LABA، أضيف 400 ميليغرام daily orally. هذا صارت refine وواضحة جدا. control بمن أريد أقارنه؟
اريد اقارنه بالمونتليكاست، فهذا المونتليكاست ايضا المونتليكاست باكثر من دوز واكثر من طريقه لاعطائه، فاحدد اقول اد تو اي سي اس بلس لابا، اعطي 10 ملي جرام ديلي اورالي باعتبار انه البيشنت مالته ادلت. لو كان انفانت مثلا يبدل الدوز مالته الى 4 او 5 ملي جرام ديلي اورالي. الاوتكم شريد ابحث اني افكتيفنس اند سيفيتي، انا ابحث عن الفعاليه والامان، فايش راح اسوي له؟ اقول افكتيفنس كنترول اوف سيمتومز اللي هو المهم، اسوي له اسسمنت وسيفيتي كاردياك اريثميا والجي اي تي سيمتومز. هذا فيما يخص المثال. الحد هنا انتهت محاضرتنا الأولى، أتمنى أنه نكون قدمتها بصورة واضحة وبصورة مبسطة، وراح نتناقش عليها إن شاء الله من خلال The Classroom، ونستقبل أسئلتكم بالتعليقات للإجابة عن بعض الأسئلة. أتمنى أنه كل شخص يقدم لي Research Question ويسوي لها ريفاين وفق ما تم تقديمه بالمحاضرة. شكرا جزيلا وتحياتي.